انا اعرج اول مره على يا مسعده وبيتش على الشط ومنين ما عملت غرفتي. حبيتها. يقال ان عبد السلام عارف الرئيس العراقي السابق زار منطقه الملتقى. طبعا الملتقى هي منطقه لالتقاء دجله والفرات. فاكو بعض الاماكن، طبعا هو دجله والفرات يعني الشطين، معناته شط دجله وشط الفرات. بعض المناطق طلبوا من عنده، قالوا له احنا نريد مجرد يسحبوا لنا ماي من هاي المنطقه الى المنطقه الاخرى. الرئيس قال لهم شو اسمه، قال لهم انتم وين قاعدين؟ بين شطين. فضرب لهم هذا المثل، يا مسعده وبيتش على الشط ومنين ما عملتي غرفتي، من دجت غرفين من فراد غرفين. تعامل الحكومات المركزيه مع البصره كان هكذا. انا هاي بدايه ارد اقولها حقيقه. سواء كانت رئاسيه او سواء كانت على مستوى كما نعبر عنه اليوم بالبرلمانية. ما يتعلق بأصل الموضوع اللي طرحته جنابكم الكريم، وهو موضوع محطة الماء، هو ليس وليد يعني اللحظة أو وليد الصدفة، وإنما البصرة عانت من قضية يعني تردي الوضع المائي منذ سنة 1983. بدأ الماء يتحول إلى مج، ثم إلى مالح، ثم إلى به أمراض، ثم ملوث، ثم لسان ملحي، وإلى ما وصلنا عليه. كل الحلول التي قامت بها الحكومات السابقة، وأقصد بها سواء حكومات قبل 2003 أو حكومات بعد 2003، كانت حلول حقيقة ترقيعية. الحل الأمثل هو نعم ترقيعية، لأنه إحنا عندنا حل أمثل. إحنا اليوم يسموننا بالذنائب، على اعتبار آخر ما يوصل لها الماء سواء من دجلة أو من الفرات، والفرات الحمد لله توقف الآن، بقى يجينا الماء فقط من دجلة، وعدنا هذا المصدر الثاني اللي هو قضية البدعة. لكن هذا لا يكفي لأهل البصرة، وراح نتحدث ليش ما يكفي، ليش الأعداد اللي موجودة، وليش أكو غبن في قضية حساب النفوس أهل البصرة. بس أرجع إلى نفس الموضوع الأساسي اللي هو هل إنه هذه الحلول تكفي؟ أقول لا تكفي. إذن ما هو الحل الأمثل؟ الحل الأمثل أننا على اعتبار محافظة خليجية أسوة بدول الخليج نذهب إلى البحر ونحلي ماء البحر، ثم نخلص من هذه القضية.